عرفت النهارده معلومه كده من داخل النادي الاهلي ان الاهلي داخل في شراء وائل فراج واحمد الشيخ، وانا عندي معلومه ان الاثنين دول موقعين في نادي الزمالك، بس الاهلي بيتكلم مع اداره المقص. شوف اداره المقص، انا كلمت الاستاذ محمد عبد السلام وجالي الاستاذ عمرو. انا مش بخطف لعيبه، خلي بالك. أي. انا مش قرصنه. انا نادي اتحاد اسكندري ما عملش عني بيان، قال لي ان قرصنه عامل قرصنه، ولا نادي اسماعيل امبارح الاخر عمل بيان، ولا النادي حتى الوداد المغربي. يا راجل ده الوداد المغربي زهق وعمل بيان، قال لك بطلوا قرصنه. المبادئ والقيم دي مش هدوم بتتحط في دولاب تتشال وتتحط حسب المزاج. انا قبل ما اتكلم مع وائل فراج نتكلم عن المقص، اتكلمت مع محمد بيه عبد السلام، وكلمت وجالي اخ عمرو هنا عمرو مصطفى كامل مدير التسويق بالظبط، بيتكلم في فلوس. تمام. وبعدين اتكلمت مع اللعيبه، وده اللي انا عملته مع كل الانديه، اخبط على النادي استاذن، واخد بالك، فرج بيه انا عايز فلان الفلاني من فضلك، وبعدين اتكلم مع اللاعب. ايوه محمود مشالي، يا دكتور محمود انا عايز فلان الفلاني، وبعدين اتكلم مع اللاعب. انما شغل القرصنه ده الزمالك مش هيعمله. هي دي المبادئ والقيم اللي الزمالك بيرسيها، ودي المبادئ والقيم اللي عملها صالح سليم على فكره. لكن دلوقتي البيانات اللي عماله تنزل من الانديه دي كلها بتقول الله يرحمك يا صالح سليم. يعني حضرتك مكلم مصر المقص على وائل فراج ومخلص الموضوع. بنتكلم في الفلوس دلوقتي. تتكلموا في تتفاوضوا في الفلوس. بالظبط. وشرفني هنا عمرو مصطفى بعد ما كلمت محمد بيه عبد السلام، وبنتكلم في الفلوس. طبعا انت عارف عمرو شاطر شويه، فبيقعد يزود وانا انقص ويزود وانا انقص، لكن احنا متفقين على الاثنين. على الاثنين، وائل فراج واحمد الشيخ. بالنسبه للنادي الانبي، طبعا انت عرفت ان في وفد راح عشان يخلصوا المستحقات. خلصوا المستحقات، هنقعد بقى نقول حضرتك هتاخد الاول كذا، هتاخد الاول كذا. بنخبط على الباب يا كريم، ما بنعملش قرصنه زي ما الاتحاد الاسكندري اللي عامل توأمه مع نادي كبير عريق عظيم اسمه النادي الاهلي. يا خساره، الله يرحمك يا صالح سليم. تمام، بشكرك شكرا جزيلا مستشار مرتضى منصور، ومبروك على فوز الزمالك، ومبروك للاهلي كمان على فوزه امبارح، او الاهلاويه على فوز الاهلي. احنا طبعا يعني هنا وهنا عندناش مشكله تصريحات المستشار مرتضى منصور يعني